السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نأخذ معنا مكالمة أخرى. نأخذ معنا أم محمد من أسفي. أم محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا يا شيخ لبس عليك. الله يسلمك لله، بارك الله فيك، مرحبا. بارك عليك العواشر، الله يجعل ربي دخلنا الشهر، يعني الله يجعل ربي دخلنا الشهر ان شاء الله بالمغفره وبالثواب وبالاجر يا ربي، ويتقبل منا يا ربي ومن الجميع ويرحم جميع اموات المسلمين. اللهم امين امين. واياك لله ام محمد، مرحبا. شنو سؤالك لله؟ اول حاجه بغيت نسولك حج اسئله. ايه تفضلي. السؤال الاول، السؤال الاول حاجات يعني احنا سته الوليدة، احنا سته الناس في الدار، يعني عندي اربعه الوليدات وانا وزوجتي، وبغيت نعرف يعني شحال جات الواحد يعني ديال الفلوس كما نقولوا، لو نخرج النقد يعني فهمت ماشي دقيق ولا نعم. بغيت نعرف شحال الواحد خاص نخرجوا عليه. وثاني سؤال، انا ما قاريه ما والو، يعني انا كما نقولوا احنا ما كنعرف لا نقرا لا نكتب لا شي حاجه، حافظ على داك الشيء اللي كتب الله، كنقرا بهم حق الصلاه وكنصلي بداك الشيء اللي كتب الله. ايه كيفاش يعني نتقرب الله عز وجل في هذا الشهر؟ كقلتي الناس خاصهم يجتهدوا بزاف، و يعني انا كيبقى فيا الحال بزاف صراحه، قال ما عنديش اللي كيفاش يعني ندير، ولا كيفاش يعني واش يمكن لي غير نكتفي غير بالصلاه وبالاستغفار وبكشي، ولا باقي عندك الوالدين ام محمد؟ ها باقي عندك الوالدين؟ باقي حيين؟ يا مشى استاذ والدي، يا الام ديالي دابا عندها تقريبا 5 اشهر دابا باش توفات، هي الاخيره كانت هي الاخر. الله يرحمهم، الله يرحمهم ام محمد. معناتك استاذ دعي معاهم ودعي معانا غير بالصحه بالرق وبالاجر ديال الله سبحانه وتعالى يكون معاهم معنا. اذن انت يا من بين الاعمال اللي غديري ان شاء الله في هذا العشر انك ترحمي على والديك، تطلبي لهم المغفره. الزوج ديالك الله يخلي لك، الله يفيه، الاحسان الى الزوج حتى هو راه داخل في الاعمال الصالحه، الإحسان إلى الأبناء حتى هو داخل في الأعمال الصالحة التي تدرك يعني يدرك بها الإنسان فضيلة ليلة القدر. كذلك كثرة الاستغفار، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندك بزاف ديال الأمور، ماشي بالضرورة قراءة القرآن. نعم قراءة القرآن هذا من أكد العبادات وأفضلها وأحبها إلى الله في هذا اليوم، لكن ما نبقاوش حنا نعتبروا. علاش؟ لأن شوف النبي صلى الله عليه وسلم شنو قالت لي عائشة رضي الله عنها؟ قالت له: أرأيت يا رسول الله إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال لها: قل اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. مزيان، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، يعني أن الله تعالى يحب العفو. يا ربي قد عفوت، يا ربي أنت تحب الكرم، يا ربي قد أكرمت فاعف عني وأكرمني. هذا هو المعنى، يعني اللي بيقول هذا الدعاء خصو يكون اصلا هو يعفو عن الناس، خصو يكون هو اصلا يكرم الناس. مارسي هذا العمل ديال العفو وعلى الـ 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 الكرم، اكرمي الاقرباء ديالك، الزوج ديالك، اكرمي الابناء، اكرمي الاخوه والاخوات، صله الرحيم حتى هي من الاعمال الصالحه في هذه الليالي المباركه. كذلك العفو، كان بينك وبين شي واحد شي شحنه، شي خصومه، شي حاجه، يعني اجعليه في حل مما قاله فيك او قالته فيك. ها قولي يا ربي انا برأت الذمه ديالو، ما بقيت كنسلو في حتى شي حاجه، اللي قال فيا شي حاجه الله يسامح عليه، اللي دار شي حاجه الله يسامح عليه. الا كان شي خصام بين واحد الزوج وواحد الزوجه، يلعنوا الشيطان، لان هذه ايام مباركه والله تعالى يحب الصلح ويحب العفو ويحب الكرم. هذه هي الاعمال اللي كتكون في ليله القدر. بالعكس راه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء ارشدنا الى امر مهم جدا، الدعاء اللي كنقولوا حنا في ليله القدر انك عفو تحب العفو فاعف عني، راه ارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلح والتصالح والى الاحسان الى الناس ورفع المظالم عن الناس. ولا كان شي واحد كيتسالو شي حاجه يقول لي سامحت لك، انا ما محتاج لهاش، مسامحك سير هنيتك منها. هادشي الذي ارشدنا اليه النبي صلى الله عليه وسلم غير بهذا الدعاء. إلا قلنا حنا كنتكلموا غير على هذا الدعاء ديال ليلة القدر ونفصلوا فيه ونحللوه، غادي تلقاوه مداره على ماذا؟
مداره على الإصلاح بين الناس فقط. إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. إذن يا ربي أنت عفو وتحب العفو، إيوه تحب العفو كي غادي نديرو لها؟ هو أنك أنت تمشي تعفو على الناس، وأنك تمشي تسمح مع الناس، وأنك تمشي تقول لعباد الله سمحوا لي راه غلطت فيكم، أو تقول لهم غلطوا فيا راني سمحت لكم. هذه كلمة تحب العفو، ياك الله يحب العفو يعفو عن الناس. فما دار هذا الدعاء على الإصلاح؟ فكأن ليلة القدر، ليلة القدر هذه لا يتقبلها الله إلا من أولئك الذين يصلحون بين الناس، لا يتقبلها الله إلا من الذين أصلحوا أمورهم مع الناس. اللي عنده شي مظلمة، اللي عنده شي مشكل مع شي واحد فليبادر. هنا كيجي الشيطان اش تيقول لك؟ تيقول لك الله ما نمشي عنده، هو اللي غلط، ولا يقول ليه هو هي اللي غلطت. لا، قال لك نسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بغيت الخيرية، الخيرية هو أن الإنسان لا يرى نفسه. شنو هو التواضع؟ التواضع هو أن لا ترى نفسك أمام الآخرين. من تواضع لله رفعه. كيفاش من تواضع لله رفعه؟ التواضع هنا يكون بين أمرين اثنين، ويكون بين المتماثلين، بين القرينين. أنت لا تتواضع لله بمعنى أنك أنت تنزل من قيمتك أمام الله، لأنك أنت ماشي قد الله تعالى. فالحديث ما كيتفهمش هكا، ماشي التواضع يكون بينك وبين الله، لا غلط. التواضع يكون بينك وبين أخيك، وهذا التواضع يكون لوجه الله. من تواضع لأخيه لوجه الله، هذا هو المعنى، هذا هو معنى الحديث. لأنك أنت وخوك مقدين، أما أنت والله تلما مقدينش. واضح؟ التواضع يكون بين المتماثلين. من تواضع أمام أخيه لوجه الله. أنت بينك وبين أخوك، أو بينك وبين الزوج ديالك، أو بينك وبين الزوجة ديالك، أو بينك وبين الأب ديالك، أش كدير هنايا؟ أنت تتواضع، تخفض الجناح، ها؟ وتكون سباقا إلى هذا الخير. لأن لما كتكون تبغيتي، لما يذكرك الفقيه بهذا الخطاب، وأنت كتقول آه والله إلا خويا، إوا خصني نمشي نتسامح معاه، ومن بعد شنو كتقول؟ تتكبر، ترد الحق، تتقول لا. علاش تمشي عنده؟ إلا مشيت عنده بنت صغر قدامه، لا هو اللي غلط، هو اللي كله غلط، هو اللي كذا، ما نمشيش عنده. كيولي الشيطان كيفوت عليك هذا الخير. باش كيفوت عليك؟ بالتكبر والكبر. هذا هو الكبر. اشنا هو الكبر؟ هو بطر الحق، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، رد الحق. هذا الكلام حق ولا ماشي حق؟ هذا الكلام حق. خصنا قبل ما نمشيو نبقاو نبكيو على الله تعالى، يا رب انك عفو كريم وتحب العفو فاعفو عنا. واش انت كتقول هذا الدعاء وانت مخاصم مع اخوك؟ لا يعقل، ما يمكنش. واش انت كتقول هذا الدعاء وبينك وبين الزوجه ديالك مشكل؟ لا يعقل. واش انت كتقولي هذا الدعاء وبينك وبين الام ديالك مشكل؟ راه لا يعقل. كيفاش؟ انك عفو تحب العفو فاعفو عني، كتقولوا في ليله القدر، وبغيتي الله تعالى يعفو عليك، وبغيتي الله تعالى يكرمك، وبغيتي الله تعالى يحبك، وانت مدبز مع اخوك، وكتلقى الراجل هو ومرته بجوج هم تيقوموا الليل وتيقولوا هذا الدعاء وهما مخاصمين، وواحد ما كيعفو على الاخر، وبغيتي الله تعالى يعفو عليك. من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. كيف ما بغيتي الله تعالى يدير لك، كنت تدير هذاك الشيء انت مع العباد ديال الله تعالى. فلذلك مدار ليله القدر نجدها على الاصلاح بين الناس. بهذا الحديث، هذا السر اللي كاين في هذا الحديث، وهذا الدعاء ديال انك عفو تحب العفو فاعف عني. ابعد ذلك، حنا كنمشي ولا لا وكنقولوا ايوا اشنو غادي نديروا في ليله القدر، اشنو هي العباده اللي غادي نديروا؟ ما راه عطى الله ما يدار. حنا كنقصروا مفهوم العباده على ايش؟ على قراءه القران، على التراويح، على الصلاه. ايوا انا ما بغيت نصلي التراويح وبغيت نعبد الله في ليله القدر، ولكن راني ما قارياش، ايوا نمشي نقعد للارض. لا، عباده الله تعالى ما عندهاش علاقه فقط هي بالتراويح ولا هي بالقيام ولا بقراءه القران. هذه امور مزيانه، ولكن ماشي بوحدها اللي كاينه، بل حتى هذاك الشخص اللي هو كاع قاري قاري كاع قاري مزيان ويتقن قراءه القران، راه ماشي غنقول ليه انت بركه بقى تقراي في القران، لا خصو يدير بزاف الحوايج، بزاف الحوايج. راه لما هو يتهلا في الوليدات حتى هذه راه عباده، لما هو يخرج يخدم حتى هذه راه عباده. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ان كان خرج لاجل والديه فهو في سبيل الله، وان كان يسعى على ابنائه فهو في سبيل الله. يعني تورغتي عبد الله ديك الساعه
حتى هذه عبادة يؤجر عليها المسلم، خاصة يتحضر عنده النية واضحة لله. فنسأل الله تعالى أن ييسر أمورنا. وبالنسبة للزكاة إن شاء الله غادي نعود نتناولها بشيء ما تصل ونذكره يعني شحال غادي تخرج. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.